ما حكم أكل الخيل والكنغر؟ ما عندنا كنغر هنا. على كل حال أكل الخيل جائز، حديث أسماء أكلنا الخيل من النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل يجوز أكله، وكذلك الكنغر. الأصل في الحيوانات الحل إلا ما ثبتت حرمته مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.